تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الاعلى للقوات المسلحه واستمرارا للدعم المصري المقدم للدول الصديقه والشقيقه لمجابهه كافه الازمات والمحن التي تتعرض لها اصدرت القياده العامه للقوات المسلحه اوامرها بتجهيز ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز شينوك مزوده بكافه المعدات والوسائل المتطوره لمشاركه السلطات اليونانيه في اخماد الحرائق المندلعه في عدد من الغابات بدوله اليونان. ياتي ذلك تاكيدا على عمق العلاقات التاريخيه التي تربط بين مصر واليونان